اسرع طريقة لعمل البيتزا في البيت بمكونات سهلة جدا موجودة عندك في البيت، هتبقى معاكي رهيبة 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 زي بتاعة المحلات والمطاعم واحلى كمان. اول حاجة هنجيب اللبن، نص كوباية لبن هندفيهم على النار، بس كفاية بسيطة علشان الخميرة تشتغل معانا. مجرد بس كفاية بسيطة، ده اللبن الدافي اللي احنا دفيناه، هنحط عليه معلقة خميرة كبيرة علشان نختبر الخميرة. هنعمل تيست للخميرة علشان تشوفها شغالة ولا لأ. هنحط عليها معلقتين كبيرة سكر، هنقلبهم كلهم في بعض. هنقلبهم زي كده. أول حاجة هنعمل الصلصة بتاعة البيتزا لحد لما اختبار الخميرة ينجح. معانا 4 حبات طماطم، هنقطعهم صغير ونحطهم في الكبة. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واي حد يطلب اي حاجة عايزها نعملها له في فيديو. حطينا كده 4 حبات طماطم، هنقطع البصلة، النهارده هدوق احلى بيتزا من ايد جوزي. نقطع البصل زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي، مكعبات صغيره. حطينا الزيت، زيت عافيه ذره، حطينا مقدار 4 معالق كبيره. نحط عليها رشه ملح، هنحط حبة زعتر، حوالي نص معلقة كبيرة زعتر أو معلقة صغيرة زعتر. الناس اللي بتحبش الزعتر ما تحطوش. حطينا ملح، لا أهم حاجة الزعتر. ليه؟ الزعتر أهم حاجة، هو اللي بيدي النكهة بتاعت المحلات اللي هي بيتزا المحلات، أهم حاجة الزعتر. هنقلبها كده، هنفوت الحديد لما المية بتاعتها تكون تروح شوية، ما يبقاش فيها مية كتير. الصلصة بتاعت البيتزا جاهزة، ودي طبعا بتكفي بيتزا واحدة كبيرة. طبعا بعد ما خمرت بصها دي يعني ان الخميره شغاله. هنحط قبل الدقيق هنحط الزيت، ماشي. هنحط الدقيق حبه حبه عشان ايه نعرف المقدار المطلوب. بس تقريبا تبدا ايه الدقيق الكوثر هتبدا كوبايتين ونص كبير. كل ما تعجني فيها كل ما تطرى معاكي اكتر، كل ما تديكي نتيجة في البيتزا احسن بكتير. وبكده خلصنا عجن العجينة بتاعتنا، هنسيبها ترتاح لمدة نص ساعة على الاقل، يعني لو تسيبيها ساعة مفيش مشكلة. هنغطيها بكيس بلاستيك ستريتش عشان تتمر معانا. هنسيبها حوالي ساعة كده لما تخمر معانا، وبعدين نرجع لها تاني. خلينا الافراخ، وهنقول لكم على طريقه تخلي الافراخ في الفيديوهات اللي جايه، تابعونا عشان تشوفوا. حاجه سهله خالص ومش هتاخد معاكم ثواني. هنجيب ال
حطينا على الفراخ رشه زعتر، رشه فلفل اسود، رشه ملح، رشه كمون، رشه كركم، صلصة البيتزا والجبن الموزاريلا والعجينة. عندنا هنا الفلفل اللي فيها، نحاول نفردها كده، تفرد معانا بكل سهولة، نفردها كويس، أهم حاجة تكون متساوية من كل الجوانب علشان تستوي سوا واحد. طبعا طبعا هتوفري جامد جدا لما تعمليها في بيتك، أحسن ما تعمليها من بره، يعني هتوفر وحاجة نظيفة صحية طبعا، مش زي اللي بره. شايفين السمك هيكون كده، عشان ما يكونش فيها هواء تتلسف معانا. الصلصه تكون بارده، والفراخ او اللحمه او ايا كان الحشو اللي انت هتحشي بيها تكون بارد. هقول لكم على تكه ازاي ما تكونش معاكم معجنه بيتزا. احنا مرات كتيره بنعملها بتكون معانا معجنه، مش زي لما تكون معانا، مش زي لما بنجيبها من المحلات بتكون ناشفه شويه. فاحنا هندهن الصلصه بتاعه البيتزا على العجينه وهندخلها في الفرن 3 دقائق ونطلعها تاني، هنكمل بقيه المكونات فوقها. ترشح درجه الحراره هنظبطها على 200، مولعين الفرن من فوق من تحت زي ما انتم شايفين كده، هنحطها في الرف اللي في النص. هنحط عليها الفراخ، نفردها كده على العجينة كلها. نحط عليها قطع الفلفل اللي احنا مخلطينها مع بعض، رومي والسبايسي، بعد كده هنضيف عليها الجبنة الموتزاريلا، لو عندك مشكل جبن يكون افضل طبعا. عندي الموتزاريلا ملزقه في بعضها شويه علشان انا مطلعاها من الفريزر بقالها شويه. طبعا كل لما تكتري في الجبنه الموتزاريلا كل ما تديكي المطه اللي انت عايزاها. وطبعا انا بنوه على النوع، لازم يكون النوع كويس في الجبنه علشان تديكي نتيجه مضمونه ونتيجه كويسه زي الاطباء والحمد والبحيره كويسه جدا. شايفين شكلها بقى ازاي؟ تحفة. هندخلها دلوقتي فوق على الفوق في الفرن على درجة حرارة 200 زي ما قلت لكم في الأول. رهيبة. هنسيبها 10 دقايق، هنظبط التايمر على 10 دقايق بس كده. مولعين الفوق ومن تحت حضرتك حوالي 200 بالظبط 10 دقايق، وهنرجع لك تاني.
بعد العشر دقايق بالظبط طلعت معانا البيتزا بالشكل ده. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ تحفه متحمره كده ورهيبه رهيبه. المشتين ثلاثة فرقة. ايه رايك في ال ايه رايك في ال ده مش طيب.